أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم آراء ونقاش. موضوعنا في هذا العدد متعلق بلبنة أساسية في المجتمع والتي تجسد ثروة حقيقية، الشباب. إذن حيث يتعاظم دور القيادات الشابة في عالمنا اليوم، اهتمام بتطوير الكفاءات القيادية واستثمار في إعدادها، حيث أن تطوير القيادات وتطوير القيادة مفهومان مختلفان جدا، فالأول متعلق بالأشخاص والثاني يتصل بالإجراءات والثقافة والمهارات. فما أثر القيادة الشبابية في صنع القرارات؟ وما هي العوائق والصعوبات التي تواجه الشباب في مسارهم نحو القيادة؟ أسئلة وأخرى نحاول الإجابة عليها من خلال هذا العدد الجديد من برنامجكم آراء ونقاش، حيث أسعد باستضافة الأستاذ تاج الدين بوهريرة، مستشار مكلف بالشباب بمؤسسة القادة الشباب الجزائري. مرحبا بك أستاذ. شكرا سيدتي الكريمة، وتحية لجميع متابعينا الكرام. مرحبا. كما أسعد أيضا باستضافة الآنسة فاطمة الزهراء بن داود، مستشارة في المقاولاتية الاجتماعية وتسيير المشاريع. مرحبا بك فاطمة الزهراء. شكرا جزيلا على الاستضافة. مرحبا. كما أسعد أيضا باستضافة الدكتور عادل بلحبيب، أكاديمي وناشط جمعوي. مرحبا بك دكتور. مرحبا، شكرا لكم على الاستضافة الكريمة. وأيضا الترحيب موصول بالسيدة ريم إبراهيمي، عضو المجلس الأعلى للشباب. مرحبا بك سيدتي ريم. مرحبا. كما أسعد أيضا باستضافة نور الهدى محمودي، عضو القيادة العامة في الكشافة الإسلامية الجزائرية. مرحبا بك. شكرا، أمسية سعيدة لك ولمشاهديك الأفاضل. مرحبا بكم. إذا ضيوفي الكرام، أستهل الحديث معك والنقاش سيدي بدر، أستهل معكم النقاش أولا بطرح هذا السؤال المتعلق حول فلسفة القائد، يعني ما هو القائد المناسب وما هي الطرق التي تمكننا من الوصول إلى تحديد القيادات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشباب؟ شكرا سيدتي مرة أخرى. فيما يخص القيادة، هو يعني كلمة ربما صغيرة لكن معناها أكبر. هناك حكمة نؤمن بها نحن في مؤسسة قادة الشباب الجزائري، تتضمن في طياتها أن القائد هو من يجعل الآخرين يثقون به، ولكن القائد المميز من يجعل الآخرين يثقون بأنفسهم وبأفكارهم، ومن هنا يتجلى معنى القيادة الحقيقية. الشاب الجزائري بفطرته لديه إبداعات، لديه كفاءات، لديه طموحات، غير أنه كيفية تجسيد وبلورة هذه الأفكار والتطلعات من خلال منهج مناسب يتماشى مع بيئته، يتماشى مع مؤسساته، يتماشى مع سياق دولته، هو الذي يجعل من هذا الشاب قائدا مثاليا عن آخر. وبالتالي البناء القيادي يكمن في الأساس من ما يسخر به الشخص، ما يعني الكفاءة والمادة الخام المتوفرة موهبة عند الشاب، والتي هي موهبة. هناك أمور فطرية لدى الشاب، وهناك أمور تكتسب من خلال الاحتكاك الإيجابي، من خلال التواصل مع نماذج شبابية ناجحة بدورها، والتي من خلالها نستنبط هذه الأفكار القيادية والقيادات الشبابية المجتمعية التي بإمكانها المساهمة في البناء الوطني. وهنا يتجسد الفرق بين تطوير القيادات وتطوير القيادة الذي كنت أتحدث عليه قبل قليل. تطوير القيادات هو تطوير الأشخاص، إنما القيادة سوف نطور هذه الكفاءات وهذه المهارات. لو تفسر لنا الفرق أستاذ تاج الدين فيما يخص هذا الفرق بين تطوير القيادات والقيادة من فضلك. بالنسبة للتطوير، نحن نؤمن بأن أي تطوير أو رقي أو تغيير إيجابي ينبثق من الفرد. وبالتالي الأولى لنا أن نطور القيادات. تطوير القيادات الشبابية نعمل عليه من خلال عديد المبادرات أو عديد الآليات، والتي أساسها التكوين في حد ذاته. لكننا كاين شيء دائما يعني نحطه كمرجع لنا، أنه قبل ما نفكروا بنكونوا من أهل الشباب، هذا لازم نرجعوه للاعتزاز بالانتماء الوطني. صحيح. ترسيخ قيم المواطنة، قيم الوطن، الاعتزاز بما وفرته بلادنا الجزائر لهذا الشباب من آليات. الحمد لله أن التعديل الدستوري الأخير الذي بدر به السيد رئيس الجمهورية في الفتح نوفمبر سنة 2020 تكلم لأول مرة على عديد الآليات لتوفر المناخ الملائم والإطار المناسب للشباب باش يكون مبدع ويكون قيادي. نعم. وبالتالي
من خلال التحسيس وإبراز مكونات الأمة والدولة الجزائرية وما أسفرت عنه من إيجابيات للشباب، راح نعزوا هذا الانتماء. لما نعزوا الانتماء هذا فالأكيد أنه من خلال مبادرات تكوينية ورشات تدريبية، خلق فضاء نوعي شبابي من خلال عملية تشبيك، تنسيق فعالية المجتمع المدني، كل هذا من شأنه أنه يثمر أفكار راقية تنتج عنها قيادات شبابية. نعم، تنتج عنها قيادات شبابية. أيضا أستاذة فاطمة الزهراء، أستاذ تجدين يتحدث على هذه النقطة المهمة المتعلقة بتطوير الانتماء، لكن حسب تجربتكم أنتم من خلال يعني كل يعني المشاريع التي ممكن أنكم يعني أشرفتم عليها، كيف ترون القائد الشاب؟ هل ترون بأن القيادة الشبابية بالتحديد هي عبارة عن فطرة يعني عند موهبة عند الشباب، أم أنها مكتسبة من خلال آليات تمكن هذا الشاب أن يطلع بهذه المهمة، مهمة القيادة؟ شكرا جزيلا على الطرح. كما قال الأخ في الحديث تاعو حول القيادات الشبابية، أنه الآن نشوفوا بلي الشباب الجزائري في 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 عمله الميداني، سواء عندنا في نشاطه حول الجمعيات او في نشاطات الجامعيه، يقدر يشوف فيه انه نعم تفضلي، يقدر يشوف فيه انه فيه كفاءات اللي تقدر تكون مقدمه بالفطره، ولكن فيه ايضا ما يسمى بالتدريب. صح. الان بحديث على التدريب، التدريب او تريننج هو يقدم لنا افراد سواء شباب او نساء يكونوا على مقدره عاليه من ابراز مهاراتهم في المجتمع. كذلك كما ان الرؤيه الاستراتيجيه لاهداف التنميه المستدامه ل 2030 تتيح التدريب والتكوين لكافه افراد المجتمع بفعاليه وبجوده. من وجهه نظري ومن وجهه الاعمال اللي قمت بها في السنوات الماضيه، مكنتني أن أستفيد أو يمكنني أن أطرح 5 نقاط أساسية تهدف إلى تعزيز كفاءة القيادات الشبانية. نعم. في المجتمع وكذلك في المؤسسات التي على في سبيل المثال مؤسسة المجلس الأعلى للشباب وكذلك مؤسسات المجتمع المدني. الآن بالنسبة للنقطة الأولى هي رفع الوعي حول أو raising awareness حول أهم القضايا التي يعاني منها الشباب في مجتمعاتهم وإيصال الأفكار التي يريدونها. نعم. نقطة ثانية تتعلق بدعم المهارات أو اكتساب المهارات المتعلقة في المجالات التي يعمل فيها الشباب، مثلا في المجال الجمعوي، في الحياة الاقتصادية، في تمكينه من الولوج إلى ريادة الأعمال الاجتماعية أو ريادة الأعمال الاقتصادية. نعم. كل هذه النقاط تدعمه في إنتاج أو في إخراج لنا شاب فاعل في المجتمع وفاعل في دوره في المؤسسات التي يعمل فيها. النقطة الثالثة هي التنمية المجتمعية، بحيث أنه لما نساهم في 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 تكوين هذا الشباب من في الجوانب التي يعمل عليها، نطرح نموذج حي مقدم لكافة أفراد المجتمع وللشباب، أنه فيه قيادات يمكنها أنها تكون عندها فطرة لكن تكوين ساعدها في تقديم احتياج هذه الموهبة بطبيعة الحال. النقطة ما قبل الأخيرة هي ما يسمى بالتشبيك وبالتعاون. نعم. حيث أن التدريب يتيح للقيادة المجتمعية أن تكون الفئة هذه من الشاب أن يكون أكثر تعاونا، أكثر انفتاحا على المبادرات المقيمة سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. النقطة الأخيرة والتي أراها مهمة جدا، أنه الآن لما يشوف في الشباب أنه فيه قيادات فعلية على أرض الواقع لتقدم وتسير مشاريع ومبادرات اللي تكون عندها أثر كبير في المجتمع، هذا الأمر بالتكوين وبكل هذه النقاط الثلاثة يمكننا الاعتماد أو إخراج نموذج للشباب. نعم، وهنا الاقتداء أيضا، تتحدثين هنا عن نقطة مهمة جدا متعلقة بالاقتداء بالأمثال العالية. أستاذ الحبيب عادل، بالحديث على هذه النقاط 5 التي تحدثت عليها الآنسة فاطمة الزهراء من أجل اكتشاف هذه المهارات وهذه القيادات الشبانية التي يمكن لها أن تصنع الفارق سواء في حياة المجتمع، سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو غير ذلك، ما هي السبل الأساسية حتى نتمكن من اكتشاف
كل هذه القيادات لما يتعلق الأمر بالشباب أستاذ الحبيب؟ مرة أخرى أجد لكم تحية على هذه الاستضافة. في الحق الموضوع من الأهمية بمكان، لماذا؟ لأنه الجميع يعرف أنه كل بلد يقاس بموازين متعددة، لعل أهم ميزان في من الموازين اللي تمد قيمة البلد وقيمة الأمة هو ميزان الشباب، نعم، ومدى انخراطهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والفنية وغير ذلك من المجالات. الجزائر الحمد لله تحوي أكثر من 75% من الشباب، وهذه نعمة نحسد عليها كثيرا. هؤلاء أو هذه الفئة الكبيرة لتكون المجتمع تاعنا منخرطة في العديد من الفضاءات، هذه الفضاءات اللي تسقل المواهب تاعهم وتشحذ هممهم. نعم. الشاب ربما قد يكون بسيطا في مظهره، بسيطا في مخبره، لكن لما يأتي إلى بعض الفضاءات التي تكمل له ما أخذه في مسيرته العادية اللي هي المدرسة أو الحي أو المسجد أو الفوج الكشفي أو المركز الثقافي، فهنا تبرز أهمية الدورات أو التأهيل بشكل عام. شاب حتى يصبح قائدا، حتى يصبح متميزا، لابد له من بعض المهارات، من معارف وأيضا من سلوكات. هذه المهارات اللي تخليه يكتسب طرق للتعامل مع الإشكاليات اللي يواجهها في حياته، سواء إشكاليات إدارية، إشكاليات ثقافية، إشكاليات مجتمعية، نعم، وإشكاليات تعليمية أيضا. نعم. فلما يشارك في مثل هذه الدورات التأهيلية سيكتسب هذه المهارات في التعامل مع شتى المواقف اللي يواجهها في حياته. هذا رقم واحد. رقم اثنين، هناك أيضا ما يسمى بالسلوكات. الآن الشاب ربما في حياته العادية قد يكتسب سلوكات، لكن قادرة تكون سلوكات منيحة كما قادرة تكون سلوكات ماشي منيحة. الذي يحين، الذي يغرس فيه السلوكات الحسنة هو هذا الاحتكاك اللي كانت تحكي عليه الأنسة الفاضلة واللي كان حكي عليه أستاذنا. هذا الاحتكاك من خلال الدورات التكوينية والتأهيلية والتدريبية، من خلال ورشات العمل المشترك في شتى المجالات، تخلي الشاب يكتسب سلوكات ويتخلى عن سلوكات أخرى، وبالتالي أسهمنا في جزء من التربية أو من التكوين تاع القائد المستقبلي. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة وهو المهم أيضا، وهي مهارات الحياة. الشاب القائد إذا ما تعلمش مهارات التواصل، نعم، ما يقدرش يمشي في حياته ويمضي قدما في أي نشاط، سواء إذا كان نشاط شخصي، تجاري، تربوي، تعليمي، مجتمعي. مهارة التواصل مهمة جدا. مهارات القيادة بالقدوة أيضا مهمة جدا. صحيح. ولذلك وأنت تتحدثين عن 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 القيادة بالقدوة، ونحن نحتفي في مثل هذا اليوم بذكرى يوم الهجرة، نفتح قوس نقول لما نقرأ تاريخ الجزائر ونشوفوا مجموعة 22 مثلا، ولا مجموعة 6، ولا حتى قادة النواحي، نشوفوا السن تاعهم 22 كلهم شباب سنة. صحيح. كبارهم 23-24 سنة. نعم. ففي عز مرحلة الشباب قاد هؤلاء أعظم ثورة في تاريخ البشرية إلى الآن. نعم. السؤال المطروح، أين تكون هؤلاء؟ تكونوا في مدارس للتكوين، تكونوا في أعظم مدرسة جزائرية وهي مدرسة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، تكونوا في مدرسة الوطنية الأصيلة وأسعد بوجودي مع القائدة نور الهدى، هي مدرسة الكشفية. صحيح. تكونوا في مدرسة الاعتزاز والانتماء بهذا البلد، بهذا الوطن، بما يحمله من ماضي، من تاريخ، من ثقافة، من حضارة، من لغة، من تنوع، من تعدد. فالذي نريده من شابنا، من القائد المستقبلي، أن يتشبع بكل هذه الصفات، يأخذ من المهارات الشيء اللازم، يأخذ من المعارف الشيء الذي يمكنه من مواجهة ما هو موجود في وقتنا الراهن، ويغير من سلوكاته ويحسن من سلوكات تاعه، حيث يكون فردا صالحا في نفسه ومصلحا في بيئته، سواء المحلية، الوطنية، وحتى الدولية. وفي هذه النقطة أستاذ عادل نتوقف عند مقولة سيمون سينيك، حيث يقول بأن القيادة هي طريقة للتفكير وطريقة للعمل، والأهم من ذلك هو التواصل. كل هذه النقاط قد يعني يركز عليها الشاب حتى يكون من بين القيادات الشبابية التي تقدم الجديد وتتميز في عصره وفي أوانه، حتى يقدم تلك الخدمة الجليلة للوطن. فعلا، لذلك الآن ونحن في عصر العولمة وفي عصر تكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي عصر المنصات تاع التواصل المختلفة، لابد لنا من مقاربة جديدة في فهم الشاب الجزائري،
مقاربة جديدة في مرافقة هذا الشاب، ومقاربة أيضا جديدة في إعطائه المهارات اللازمة. نتحدث الآن عن ملايين الشباب منخرطين في الفضاء الأزرق، منخرطين في كل مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا حاضرين في كل المناسبات سواء محلية وطنية ودولية. وقضية فلسطين مؤخرا ليست ببعيدة عننا. الشاب الجزائري دائما يربط فلسطين، يربطها بماضي الجزائر، يقول لك إذا كاين شعب، إذا كاين أمة تحس بما يعانيه أهلنا في فلسطين، إلا وتلقاه الشعب الجزائري، لأننا عانينا ما عانى هؤلاء. مستوى الوعي لدى الشاب الجزائري، وهنا نفتح قوس ونقول بلي الآن معركتنا أو التحدي الموجود أمامنا هو تحدي وعي. الوعي صحيح. تحدي وعي أكثر منه تحدي أمور أخرى، تحدي كيف نرفع من مستوى وعي الشاب تاعنا حتى يكون مواكبا لما يحدث أولا في البلد، يواكب للمحطات الهامة اللي موجودة، يواكب أيضا ما يحدث حوالينا في أمتنا العربية والإسلامية، ويكون واعي للأخطار المحدقة بنا، وواعي أيضا بالتحديات اللي لازم يواجهها. نعم. سواء على مستوى العلم تاعه، مستوى مساره المهني، مساره التكويني، مساره المالي أيضا والاقتصادي. ولهذا نرجع إلى نقطة التكوين ونأكد باللي واحدة من النقاط المهمة جدا في بناء القيادات. نعم. التكوين المجتمعية. التكوين هي نقطة مهمة جدا، وأيضا أننا نوعي الشباب. أستاذ ريم، وأنت عضو بالمجلس الأعلى للشباب، والذي يعتبر هو هذه الفرصة، هذه المشتلة الحقيقية لتكوين الشباب خاصة القادة منهم. إذا لو نتحدث على تجربة شبابنا اليوم، والأكيد بأن المجلس هو فتي النشأة، لكنه وضع استراتيجية وخطط يعني على مستويات قريبة متوسطة وبعيدة من أجل تحقيق هذا الهدف. صحيح. راح نبدا من النقطه اللي حكى عليها الاستاذ، هو رفع الوعي. اذا رحنا للبرنامج اللي داروا المجلس الاعلى للشباب، قبل نحكي على البرنامج راح نمد تعريف بسيط للمجلس الاعلى للشباب. ممكن معنا يعني مستمعين مازال ما تعرفوش، مازال ما وصلت لهمش الفكره على المجلس الاعلى للشباب، اذ يعتبر يعني محطه دستوريه تابعه لرئاسه الجمهوريه، تعنى بالشباب، تعنى برفع التوصيات، تعنى باشراك الشباب في اتخاذ القرارات السياسيه، تعنى تجسيد ديمقراطية التشاركية. نعم. إذا أيضا رحنا للبرنامج السنوي للمجلس الأعلى للشباب مؤخرا، نحكي على آخر نشاط قام به المجلس الأعلى للشباب، هو المخيمات اللي كانت في تنس بالتحديد شلف، كانت مع مختلف عينات الشباب. المخيم الأول كان مع عينات رواد المهن، واللي هما خريجي ومتربيسي التكوين المهني. حاولنا أنه نديروا معهم دي وركشوب خاصة بهذا الفئة أو هذه العينة من الشباب، نرفعوا التوصيات نتاعهم، نعرفوا الإشكاليات نتاعهم، نعرفوا حتى البوينت فيو تاعهم، يعني التوجه نتاعهم، الرؤية نتاعهم، نقدروا نجدوها على أرض الواقع، ممكن نصحوا منها الخاطئة، ممكن أنه نعملوا حتى على الرؤى اللي راهي جاية إن شاء الله. المخيم اللي كان بعده كان مع الشريحة المهمة جدا حاليا، واللي هما تاع النوادي العلمية والطلبة الجامعيين. أيضا كانت لهم دي وركشوب خاصة بهم، خاصة بهذا العينة. كيف ثاني حاولنا أنه نديروا معهم ديبا مباشر، لأنه فينا المجلس أعلى الشباب هو هيئة تعنى بشباب، يعني مش من طبيعي أني نرفع توصيات على عينة من شباب وأنا بعيد عليهم. صحيح. وأنا مانيش على بالي بدرجة الوعي نتاعهم، مانيش نشوف النظرة نتاعهم مباشرة. الفئة الثالثة اللي كانت مع شباب المتطوع، أيضا كانت عندهم دي وركشوب خاصة بهم، حاولنا انه نستثمروا في الطاقه الوطنيه اللي عندهم، على الحب الوطني اللي عندهم، باسكو فينا المو مش اي شاب يقدر يتطوع معك، مش اي شاب عنده لا باسيونس باش يمدلك من وقته، يمدلك من جهده، يمدلك من افكاره، ويمدلك حتى من طاقته الجسميه الجسديه وحتى الماليه باش ينفيستي معك في هادو كاملين في ايفانمون خاص به هو بالشباب اللي كيفو. سما حاجه لازم نعطوها اهميه بالغه. اما الفئه الاخيره اللي كانت من البرنامج اللي خاص بالمخيمات، وهم صناع المحتوى الهادف، واللي أيضا في الأونة الأخيرة داروا بصمة إيجابية في المجتمع. عندهم حاجة راهم يقدموا فيها للشباب، راهم فغيمو راهم يصحوا في شحال من منظور خاص بشباب في كل المجالات يعني اللي كاينة حاليا. نعم. إذا رحنا أيضا للجمعيات، راهم يقومون تحطوا جمعية بسكرة تقرأ أونتخ باغونتيز، نحكيو على النشاطات اللي راهي كاينة، نحكيو بار إكزومبل على الهاكاثون. هاكاثون هذا مسابقة علمية من أجل إيجاد حلول رقمية لمشاكل واقعية في شحال من مجال. الهدف من هذا
من هذا الايفنمون ولا من هذا الحدث انه اول حاجه خاصه انه في ولايه بسكره نعرفوا بلي راهي منطقه داخليه، منطقه نقدروا نقولوا عليها شبه نائيه لانها بعيده، لانه مازال ما لحقناش المستوى اللي كاين هنا في العاصمه ولا في الولايات الكبرى. نحاولوا ان نديروا دي وركشوب في عالم رياده الاعمال، كيفاش ندير مؤسسه ناشئه، كيفاش نجيب لابل، كيفاش نستفاد ايضا من السياسه اللي راهي كاينه في الاخير في الجزائر العاصمه. ممكن نحكيوا على العصيف اللي اغلبيه الشباب نتاعنا ما راهش سامع به، عنده فكره مشروع ناجح. عفوا ريم، في هذه النقطه تحديدا لا باس نتوقف بانه يعني هو واقع بانه شباب الجزائر فيه العديد الاكيد من يواكب، لكنه هم كانوا مجموعه قليله. نعم. اليوم يعني انتم الان كفاعلين في الميدان توجهتم نحو الميدان، توجهتم نحو هذا الشباب. صح. وتريدون اكتشاف اولا المواهب وصقل هذه المواهب من خلال التكوين وبالاساس كما قلنا بان تتوفر ايضا بالانتماء، لكن نجد دائما تلك الفجوه. الشباب الذي كان يعتزل هذه الحياه السياسيه ولا يريد الانخراط، انما كان متموقع حول ذاته. يعني هل هذا يعتبر تحدي في حد ذاته، وكيف قمتم برفع هذا التحدي اولا من باب انكم شباب، لانه شباب يتواصلوا مع شباب حتى الرساله تمر احسن؟ ريم، اكيد هنا اخذنا بالاسباب، هنا شفنا باللي كاينه اراده سياسيه مليحه مؤخرا، كانت عندنا الفرصه، عندنا نسبه وعي لاباس بها، وحابين مؤمنين ايضا بالتغيير الايجابي. هنا اذا بقينا نشوفوا من بعيد، اذا بقينا مؤمنين باللي الجزائر القديمه ما مازالها كاينه، الجزائر الجديده لا وجود لها، ما نقدرش نبادر، ما نمدش، نخاف راح نخسر، مازالت غير هدره خشب، يعني اللغه والحوار هذا السلبي كبيره طاغي. لكن هنايا حبينا أن نغيروهم، مؤمنين. نعم. بالتغيير ترنا يعني تحدي كبير. ممكن أصلا المجلس الأعلى للشباب ماهوش تعيين كما المرصد الوطني للمجتمع المدني، المجلس الأعلى للشباب راهو انتخابات يعني. نعم. برغبه ممكن عنده يعني نسبه فقط الثلث منه معين، لكن الاغلبيه فانها منتخبه. نعم. الآخرين. نعم. منتخبه يعني عنده اراده هو فعليه، حاب انه يدير تغيير، حاب انه يقدم، مؤمن انه قادر يدير تغيير ايجابي في جميع المجالات، لانه المجلس الأعلى للشباب فيه لجان، كل لجنة في مجال معين. لا بأس، لكن أنتم كيف رأيتم احتكاككم كشباب منتخب الآن في هذا المجلس مع شباب ممكن أنه كان يعني مش عارف معالمه، مش عارف شوية المشاريع اللي حاب يقدمها، كاين شباب عندهم إرادة لكن لا يجدون الطريق المناسب من أجل تقديم الأفضل. صحيح. لهذا البلد للجزائر. هذا المشكلة هنا رانا مدركينه جدا وفاهمين وتخطخبية، ورانا. نعم. على بالنا باللي قادرين نلقاو له حل. ممكن من أحد الحوايج اللي درناهم كحل هذا المشكل أنه درنا الفوكس جروبس، درنا التجمعات الشبابية المركزة، هبطنا للميدان، كل عضو لكل أعضاء ممثلي الولاية هبط لولايته، دار اندبان مباشر مع شباب في حلقات مصغرة، حبينا نسمعوا، حبينا نشوفوا، ومؤمنين أنه قادرين انه نديروا معاهم تغيير اذا قدرنا نفهموهم. صحيح. اذا عرفنا وش هو البروبليم ودرنا سوليسيون، رفعنا هذوك التوصيات، رفعنا هذوك لي بروبليم، درناهم كمحاور، المحاور هذوك حطينا فيهم نشاطات ورانا نجسدوا فيه على ارض الواقع. نعم. واهم نشاط اللي درناه هو هذا المخيمات الشبابيه اللي لقات نجاح باهر ما شاء الله، لقيت. نعم. يعني لقيت التفاته جيده من الشباب، وباذن الله التوصيات نتاعهم والنتائج راح تكون على. نعم. ارض الواقع قريبا. شكرا ريم. نور الهدى، ريم تتحدث الان على نقطه مهمه جدا وهي نقطة التواصل، وكنا نتحدث قبل قليل بأن التواصل هو من بين أهم الركائز من أجل بناء القيادات خاصة الشابة. في الكشافة الإسلامية الجزائرية العريقة وبكونها مدرسة كونت العديد من القيادات والتي أضحت شابة والتي أضحت قيادات كبيرة في الجزائر، كيف تواصل الكشافة الجزائرية وكيف الآن تتواصل وتتأقلم مع المتغيرات الحديثة التي يفرض عليها المجتمع؟ للأمانة هو سؤال جد مهم وجوابه في كلمة مفتاحية وممكن توسع فيها. كيف تواصل الكشافة الإسلامية الجزائرية وكيف لا زالت بعد رانا في ما يفوق 85 سنة والكشافة لا زالت حاضرة؟ نعم. ببساطة هو تواصل الأجيال أو حوار الأجيال. في وقتنا الحالي لما نتكلم على تمكين الشباب أو صناعة القيادات، في فئة معينة تظن أنه الشباب يستطيع أن يفعل هذا الشيء أو ذاك لوحده، وهذا الشيء خطأ. نحن نبدأ من حيث انتهى الآخرون. صحيح. لنستفيد في الجهد ونستفيد، نقص من الأموال وحتى الوقت.
فالكشافة الإسلامية الجزائرية نخلينا نقول هي منظمة جيل يسلم المشعل لجيل آخر. إلى جيل. نعم. بالضبط. إضافة إلى أنه البرنامج الخاص بالكشافة الإسلامية الجزائرية وعلى غرار العديد من الجمعيات الكشفية العالمية يأتي ضمن ما يسمى بالطريقة الكشفية. الطريقة الكشفية هي طريقة من عناصر عديدة، خليني نذكر لربما أهمها هي عمل المجموعات. نعم. لما نتكلم على عمل المجموعات في الكشافة الإسلامية الجزائرية هي مجموعات صغيرة يقودها أحد من تلك المجموعات، لما نتكلم على 10 أشبال أو 10 زهرات يقودهم أحد منهم. نعم. والجميع مضطر للتعامل مع ذاك الشخص كقائد للمجموعة. هنا ننمي مهارة الاتصال والتواصل في الشباب والفتيات منذ الصغر. وللأمانة الآن لما نتكلم على مجتمع جزائري أكثر من ثلثيه من فئة الشباب، نحن أمام تحدي واضح لا منص منه. من الضروري جدا الاستثمار في هذه الفئة، فإما نستثمر فيها نحن وإما هناك من يتربص. نعم، لا بأس نور الهدى حتى يكون أيضا نقاشنا يعني واقعي أكثر. أنتم في الكشافة الجزائرية تتحدثون مثلا على هذا المثال فيما يخص الأفواج والقادة، هل لك أن تقدمين مثلا بعض النماذج، بعض الأمثلة لهؤلاء الشباب الذين كانوا قادة في صغرهم أثناء الكشافة ويعني وتمكنوا من ممكن من مناصب قيادية وأيضا رسالة في هذا المجتمع، يعني كان عندهم بالأخير رسالة في المجتمع وتمكنوا من ذلك؟ على ما أظن وإحنا فخورين جدا في المنظمة الكشفية نقول هك، يكفينا فخرا أنه نقول أنه 18 شهيد من مجموعة 22 كانوا أبناء الحركة. نعم. الكشفية. شهيد بوراس لما قرر ينشئ الحركة كان عنده بعد نظر أنه سينشئ جيل قادر على المساهمة في تحرير الجزائر، وهذا ما تم حاليا. خليني نقول لن أذكر أسماء، إنما كوني أكيدة سيدتي الفاضلة أنه عديد إطارات الدولة الجزائرية باختلاف المؤسسات التي ينتمون لها إلا وتجدين في كل مؤسسة شخص ما يقول لك أنا كنت ابن الحركة الكشفية كشفية. نعم. في يوم ما، وإحنا ديما نقولوا كشفوا يوما كشفوا دوما، يعني وهذا واضح لما تجدين شخص في مكان ما عنده مهارات قيادية، عنده قوة شخصية، عنده القدرة على التواصل الإيجابي، خلينا نقول التواصل الإيجابي مع من حوله وقيادة الفريق، لو تمعني النظر في خلفية تكويناته ستجدينه دون مشاكل ابن الحركة الكشفية. الأسس الرئيسية التي تعتمدها الكشافة الإسلامية الجزائرية حتى نكون هذا الإطار الشاب القائد في المستقبل؟ الأهم هو البرنامج الكشفي للكشافة الإسلامية الجزائرية، برنامج كشفي لمختلف الوحدات، خلينا نقول يختلف احتياجات الشباب باختلاف خصائصهم السنية. فالشاب من 12 إلى 16 سنة احتياجاته تختلف من شاب من 16 إلى 26 سنة. فلما تغذي الاحتياجات خلينا نقول الروحية النفسية الاجتماعية الفكرية وحتى الوطنية في ذاك الشاب، هذا ما نرتكز عليه. وأهم نقطة أيضا لربما تطرق إليها الزملاء من قبل هو لما تريدين خلق شخصية قيادية تريدين لتلك الشخصية القيادية أن تبقى مرتبطة بالوطن الأم. صحيح. فتعزيز قيم الانتماء للوطن وتعزيز حب ذاك الشاب أو تلك الشابة لكل ما هو تاريخ وذاكرة وأصالة في هذا الوطن هو ما يخليه منتمي للوطن دائما، وهذا خلينا نستفيد من مهاراته القيادية على المدى. نعم. الطويل. نعم. فاطمة الزهراء، هنا بالحديث على الاستفادة من الانتماء وكلها وحب والوطنية إن صح القول بالنسبة لشبابنا اليوم، الأكيد بأنك قد عايشت ورافقت العديد من المشاريع للشباب والذين تمكنوا في الأخير مثلا من إنشاء مؤسساتهم أو التقدم في حياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، هنا نتحدث بدون استثناء، لكن هل هذا يعني يعتبر من بين التحديات الأخرى التي فرضت على شبابنا اليوم؟ ونتحدث هنا واقعيا على فرص العمل القليلة، على مشكلة البطالة أيضا الذي يعاني منه العديد من الشباب. أنتم على أرض الواقع كيف تمكنتم أولا من إعطاء هذا الدفع لشبابنا اليوم
حتى يصل إلى هدفه المحدد؟ بطبيعة الحال خلال العامين الماضيين كنت عايشت فيه، عملنا على مشروع وطني يعمل على تعزيز المقاولاتية الاجتماعية لدى الشباب، بحيث أنه لما انتقلنا إلى تقريبا 12 ولاية جنوبية، كل الولايات الجنوبية تنقلنا لهم، تفاجأت بالحماس اللي يمتلكه الشباب من أجل التكوين لتقديم مشاريعه الخاصة ولتطوير مجتمعاته المحلية. يعني انطلاقا من الواقع اللي راهم عايشينه كان يقدموا فيه حلول فعلية لتقديمها أمام العلن وكذلك لطلب المساعدة. نعم. كان فيه تقرب من هؤلاء الشباب، بحيث لاحظت أنه سواء التقنيات الحديثة اللي ساهمت في إيصال المعلومة وتقربهم من أجل التكوين، أو من مجتمع إلى من جمعية إلى جمعية ينتموا لها أو جمعية الحي تقربوا إلينا من أجل طرح المشاريع تاعهم. الآن لما نشوف الشباب اللي كان متحمس في كل ربوع الوطن وفي المناطق اللي كانت جد ونائية، نعم، والمفاهيم اللي كانت عندهم والمكتسبات اللي كانت عندهم، أنا نشوف الآن لو يعني وجهة نظري الشخصية، نشوف الآن لو نستفيد من هذا الشباب كامل ونحاول أنه نعطي له الدعم، لأنه الآن يحتاج فقط لشكون يقدر يوجهه ويبين له شكون هي وين راهي الطريق اللي يقدر يعتمد عليها. ففقط مجرد توجيهات بسيطه شفنا فيه جواهر اللي قدرت تقدمت مشاريع بالجمله. نعم. الان لو نشوف هذه المشاريع اللي تقدمت ونقدر نجسدها في ارض الواقع، بطبيعه الحال ما نستثنيش فيه المؤسسات العامه، كذلك المؤسسات الخاصه وكذلك المجتمع المدني، اذا يتكاتفوا كامل فيما بعضهم حول الشباب ويقدموا لهم يد العون، راح نشوفوا فيه تنمية مجتمعية محلية هائلة. نعم. من المناطق النائية إلى المناطق المدن الكبرى. فالآن التكوين وكذلك الدعم هو ضرورة حتمية إذا كنا حابين نكون عندنا تأثير قوي وإيصال رسائل قوية لهؤلاء الشباب. ما هي الأساسيات فاطمة الزهراء عفوا التي يجب أن نعتمد عليها في تكوين هؤلاء الشباب؟ الأساسيات الأولى احنا في الانطلاقة تاعنا اعتمدنا فيها على التكنولوجيات الحديثة، لأنه شفنا أنه الشباب الآن كامل متواجد في لي ريزو سوسيو، فنروح له للباب اللي راهو يعتمد فيه. به. نعم. بطبيعة الحال، نحاول أنه نخلي له الأثر الإيجابي، نحاول نوصل له رسالة بلي راني هنايا باش نعاونك، يعني ما نستثنيش فيه الجهود اللي كانت كاينة من قبل، لكن أنا أيضا أني هنايا باش لأنه كشاب يشوف احنا نقولوا تثقيف الأقران أو التعليم بالقارين، يعني القارين هو اللي ينتيجه بالدارجة. نعم. فلما يشوف نتيجه متحمس وعنده دفع كبير أنه يجبد معه للسبوت لايت ويقول له هذه هي الباب مفتوحة لك، نظن أنه هذه أحد الوسائل. الوسيلة الثانية أنه نفهمه أنه ريادة الأعمال وكذلك تحقيق التكامل الاقتصادي يكون بعمله هو، يكون بنشاطه في أرض الواقع، لأنه إذا جبد روحه ويقول أنا ما يهمنيش وش هم الحواج اللي حيصراو ولا يعتمد الإحباط اللي راهو صار الآن، لا، لازم له يسمع للإنتاج ويآمن بروحه. النقطة الأخرى أنه لما يآمن بروحه كذلك هذه راح تكون عندها تأثير المحيط وأيضا تنمية الثقة. لا بأس أن أتوجه إليك أستاذ تاج الدين أيضا من أجل تفسير أكثر هذه النقطة المهمة التي تحدث عليها الآن الآنسة فاطمة الزهراء بالحديث على التركيز على التكوين، وأشارت إلى نقطة مهمة جدا متعلقة بمرافقة الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي واستعمال هذه التكنولوجيات الحديثة حتى نتمكن أولا من الوصول إلى هذا الشاب الطموح من اكتشافه وبالتالي أيضا تفجير الطاقة التي يحملها هذا الشاب. شكرا. هي تكملة لما قالته الزميلة، أكيد أنه الآن رانا في مجتمع رقمي. نعم. وهذا الفضاء يعني الرقمي كما له إيجابيات له سلبيات، نحن أمام حروب جيل خامس. نعم. نحن أمام تحديات تواجه الشباب الجزائري من خارج الوطن، يعني للمساس بهويته بمقوماته وحتى بتطلعاته. وبالتالي نظن أنه مرافقة الشباب وتأطيره وتأهيله من خلال هذه الفضاءات الرقمية مهم جدا. مثلا نحن على مستوى مؤسسة قادة الشباب الجزائري والتي هي جمعية وطنية ذات طابع خاص، عندها قرابة سنة ونصف من استحداثها، من أول ما بادرنا نشاطنا
الا وكنا نعتمد على الجانب الرقمي هذا والالكتروني. نعم. نعم. سواء من خلال التسجيلات، سواء من خلال الانشطه، سواء من خلال التواصل مع هذا الشباب. الا انه كيف كانت تجربتكم؟ يعني كيف كان اقبال الشباب على يعني هذا الموقع الذي تقومون بوضعه فيما يخص بمواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني بكل تواضع ويكفينا فخرا نحن في المؤسسة أنه الحمد لله الشاب الجزائري الآن راه واعي، وكما تطرقوا الأساتذة الأفاضل أنه خلاص يعني ما بقاش نكذبوا على الشباب تاعنا، يكفيه يعني يشوف مبادرات إيجابية ومساعي تتماشى مع تطلعاته أنه يبادر وينتمي إليها. وبالتالي من خلال نشاطنا على مدار سنة واللي توج مؤخرا بتنظيم منتدى القيادات الشبابية الجزائرية لأول مرة في الجزائر في طبعته الأولى، أنه لقينا تجاوب وانسجام ويعني استجابة لما قمنا به. ما هو السر في استجابة الشباب؟ ما هي هذه المبادرات التي قمتم بها على مستوى هذه الجمعية وتميزتم واستطعتم أن تستقطبون الشباب؟ أول شيء أنه كنا قرب منه وبلغة الواقع. نعم. الشاب الجزائري ما تعطيلوش فرصة، أعطيله نصف فرصة وفقط. وبالتالي على سبيل المثال الحصر من خلال منتدى القيادات الشبابية الذي نظمناه والذي أردناه فضاء للتعريف بالمؤسسة من جهة، غير أنه احتوى شباب خارج المؤسسة لإبراز نماذج شبابية ناجحة. نعطيك على سبيل المثال حنا في الأعضاء اللي خارج في الشباب خارج المؤسسة قمنا بتكريم خمس مجالات بوسام القائد الشاب. نعم. كتحفيز رمزي. أول مجال قمنا بتكريمه في مجال التنمية المحلية. التنمية المحلية قمنا بتكريم أصغر نائب رئيس مجلس الشعب الولائي في الوطن من سوق أهراس. هذا دليل واش؟ دليل أنه الإرادة السياسية اللي بادرت بها الدولة الجزائرية من خلال التعديل الدستوري كما أسلفت الذكر انسجمت معها الطموح الشبابي ليجسدوه الشباب نتاعنا في أرض الوطن. نعم. حيث الأخ المكرم هذا عامر طايف من سوق أهراس استطاع في وقت وجيز لما فتحنا الباب أمام المشاركة السياسية للشباب من خلال تعديل قانون الانتخابات بعد التعديل السوري، واللي أصبح يمنح الفرصة للشباب من خلال القائمة المفتوحة عكس ما كنا نعرفه سابقا في الاستحقاقات الانتخابية أنه قائمة مغلقة ومبنية على رأس القائمة أو ما يليه، إلا أنه من خلال القائمة المفتوحة. لا بأس أستاذ نتاج الدين حتى نتوقف قليلا. الإرادة السياسية أكيد بأنها واضحة من أجل تشبيب القيادات من خلال التعديل الدستوري وأيضا قانون الانتخابات وغير ذلك، لكن المعضلة هنا التي كانت دائما تواجه شباب الجزائر هو ذلك العزوف، ذلك أن الشباب لم يكن مهتم بهذه الحياة السياسية. الشباب يعني حتى وقت قريب كانوا ما يهموش أنه يكون نائب، يعني يكون عنده منصب سياسي أو غير ذلك، لكن نحن يعني أنتم فيما يخص أعضاء يعني فعاليات المجتمع المدني وعندكم هذا المهمة، وأنكم تقنعون هؤلاء الشباب وتقربونهم من هذه الحياة السياسية وتفسرون لهم ما هو دورهم الحقيقي في المجتمع. أكيد احنا ننطلق من المقاربة الأولى كما طرقنا أنه تعزيز الانتماء الوطني والوعي وترسيخ أطر المواطنة، هذا الشيء الأول. نعم. الشيء الثاني كما طرقوا الأساتذة الأفاضل، احنا في وقت سابق الثورة يعني فجرها شباب، الحركات الثورية كلها شباب، في ظل ماذا؟ في ظل عدم وجود يعني آفاق ولا عدم وجود إمكانيات اللي نتوفروا عليها حاليا. وبالتالي يا هل ترى، أنا السؤال ينطرح للزملاء الشباب، يا هل ترى في ظل عدم وجود الإمكانيات والترسانة القانونية والإرادة السياسية قدرنا نحروا الجزائر ونمشيوا بوطن الحبيب يسلم المجد؟ يا هل ترى في خضم كل ما يسخر به الوطن الحالي، ألا نرى بأن هناك يعني إمكانية للمبادرة أكثر والمساهمة وتفجير الطاقة الشبابية؟ نعم. أكيد هناك عدد الفرص، وهذا دورنا نحن كمؤسسة شبانية. فيما يخص الأمثلة الأخرى الذين قمتم بتكريمهم، يعني أين ظهرت القيادة الشبابية في المجالات الأخرى أستاذ تجد؟ زيادة على التنمية المحلية قمنا ب يعني تكريم نماذج مثلا في المؤسسات الناشئة. المؤسسات الناشئة هي آلية جديدة أتت بها الدولة، الحمد لله أن الشباب يمكن كاين فكر مقاولتي استحدث مؤخرا وين نشوفه خاصة حتى في التعليم العالي، يعني مذكرة تخرج على أساس مؤسسة ناشئة. نعم. وبالتالي انسجام هذا الشباب. نعم. في السياق هذا راح ينبثق عنه تفكير قيادي عكس التفكير الكلاسيكي اللي كان مبني على انه نتخرج نروح للوظيفه
يعني ونكون في منصب دائم. اشتغل بالشهادة قمنا بتكريم أحسن مؤسسة ناشئة لشاب آخر من ولاية بازا. نعم. واللي استطاع في ظرف وجيز استحداث 4 مؤسسات، بالإضافة إلى أنه تعدى هذه المؤسسات اللي أصبحت هي مدير يعني لمناصب شغل، وفتح مكتب استشارة لتشجيع الشباب المحيط به باش يقوم بدوره كذلك في التنمية. نعم. مجال آخر كذلك قمنا به أحسن مبادرة شبابية، وليت راي ممثلة الجمعية حاضرة معنا، جمعية بسكرة تقرأ. نعم. اللي كان لها دور ريادي كذلك في تنمية مهارات الشباب، تحفيزه إبراز الآليات وتشجيع الشباب على أنه يكون قيادي ويكون مبادر. نعم. هذه النماذج عينة من النماذج اللي قمنا من خلال منتدانا بتكريمها، والتي استطعنا من خلالها خلق فضاء. نعم. فضاء إيجابي من احتك فيه الشباب من خلال عملية شبيك، وخرجنا بأفكار وتوصيات راح نقدموها لمختلف الهيئات المهتمة بالشباب، والتي نتمنى من خلالها. ممتاز أستاذ تاج الدين أننا نكتشف هذه المواهب ونشجع هذه الكفاءات الشابة من خلال كل هذه المبادرات التي تقومون بها. لا بأس أن توجه إليك يا السيدة ريم، أنتم في المجلس الأعلى للشباب في نقطة مهمة جدا، ولا بأس أن نطرح أيضا عليها النقاش، هو حتى لا ننسى شبابنا المقيم بالخارج، الجالية الجزائرية والذي لا يقل وطنية ولا حبا للوطن ولا انتماء للوطن ولا يقل أيضا كفاءة. كيف نتمكن نحن من خلال مختلف الهيئات إن كنا منظمة أو غير ذلك من استقطاب هؤلاء الشباب نحو أننا نكتشف القادة منهم ونعطيهم الفرصة حتى هم يتمكنون أيضا من سياسة التنمية في الجزائر؟ إذا حكينا على هذا الموضوع نحكيه على هجرة الأدمغة. في المجلس أعلى الشباب هناك يعني لجنة خاصة بالعلاقات الخارجية ودولية، وأيضا عندنا أعضاء معينين في الجالية الجزائرية بالخارج، منها تونس، منها قطر، منها أمريكا، منها فرنسا والكثير من الدول الأخرى. نعم. كاين أيضا برنامج اللي مسطر من طرف هذا اللجنة باش يديروا نشاطات باش نعاودوا أنه نجيبوهم للجزائر، أنه نديروا لهم شبكة علاقات جديدة بينهم بين الأعضاء اللي راهم هنايا سوسوا في الجزائر العاصمة في الولايات الأخرى ولا حتى مع المسؤولين، لأنه المجلس أعلى للشباب أيضا فيه معينين ممثلي القطاعات الوزارية. هنا راح نديروا شبكة علاقات مليحة، راح نحاولوا أنه نستفيدوا من الخبرة نتاعهم، لأنه فينا العالم عالم أوروبا والعالم الغربي نعرفوا كامل بلي عندهم إكسبيريونس مليحة في مجالات راهي رائدة ممكن علينا هنا كإفريقيا. راح نحاولوا أنه نديروا تبادل خبرات، راح نحاولوا أنه نديروا تبادل معارف، نديروا علاقات مليحة بينهم وبيننا. نعم أستاذ الحبيب، لا بأس أن نتحدث أيضا في نقطة مهمة جدا المتعلقة أيضا بالآليات الحكومية والمرافقة، مرافقة الدولة بالتنسيق مع الفعاليات الأخرى حتى نتمكن أيضا من العمل بطريقة أفقية واكتشاف هؤلاء القيادات الشابة. ما هو هذا الدور الذي تجسده هذه الآليات الحكومية حسبكم؟ دعيني أكون منصفا وعادلا. نعم. في إجابتي على هذا السؤال الهام جدا. الشاب الجزائري قبل سنتين أو 3 سنوات كان تائها بين العديد من الجهات، لا يعرف أين يتوجه، لا يعرف أين يولي وجهه، تلقاه في جهة منها في جهة من هيك، بعضهم يستغله سياسيا اقتصاديا تجاريا مع الأسف، أو بعضهم أيضا يستقبله بصدر رحب ويحاول أن يأخذ بيده إلى بر الأمن. سيد رئيس الجمهورية أحدث هيئتين هامتين جدا، الهيئة الأولى هي المسألة للشباب، هذا الحاضنة المهمة، هذا الحاضنة التي على الرغم من قصر عمرها، نتحدث عن 2 سنين تقريبا الآن تقريبا. نعم. لكن خلال هذه المدة القصيرة استطاع هذا المجلس أن يثبت كفاءة عالية جدا في استقطاب الشباب، في إرجاع روح الأمل في نفوس الشباب. كنت محظوظا يعني الجمع اللي راه موجود في هذا الفضاء، أنا محظوظ جدا. محظوظ لماذا؟ لأني شاركت في الجلسات المركزة الشبابية، شاركت في منتدى القيادات الشابة وحضرت وتقاسمت معهم تلك الأجواء اللي اكتشفنا فيها شباب من عديد الولايات عندهم من الكفاءات، عندهم من الطاقات اللي قادرين يمشيوا إلى أبعد الحدود. نعم. المسألة الشباب قلت احتضن هؤلاء، أعطاهم نافذة، بل بابا واسعا من الأمل، بابا واسعا من التكوين، من المرافقة، ولكن الأهم من هذا من الاستماع وحصر الانشغالات. أنا أتذكر جيدا رحنا إلى سعيدة
الى احدى البلديات النائيه ولم يزورهم احد منذ نشاه تلك البلديه، فاستقبلونا استقبال الابطال يعني، وحنا رحنا لنستمع لانشغالاتهم ونستمع لاهتماماتهم حتى نبلورها في طبعا بمرافقه اطارات المجلس، نبلورها في توصيات تصل الى السيد رئيس الجمهوريه. نعم. الفضاء الثاني ولا يقل اهميه ايضا عن المسألة للشباب اللي هو فضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، هذا الفضاء ايضا اللي هو حاضنه للحركه الجماعيه، لما نحكيو على الشباب نحكيو ايضا على المنتسبين الى القطاع المجتمع المدني اللي هو القطاع الثالث. قبل سنوات قليله كنا لا نعطي اهميه للحركه الجماعيه، بعضهم يتهمها بالانتهازيه، بعضهم يتهمها بالمناسباتيه، لكن بعد الكورونا تغيرت المفاهيم. نعم. اصبحنا نعطي أهمية كبرى للمجتمع المدني. السيد رئيس الجمهورية في كثير من خطاباته يلح ويركز على الدور الهام لهذا القطاع الثالث اللي هو رديف لقطاع الدولة وللقطاع الاقتصادي. لابد أن نصل معا إلى نظرة تشاركية، أننا كلنا جميعا معنيون بتنمية هذا البلد، كلنا معنيون بصناعة كفاءات وإنتاج كفاءات شبانية بمرافقتها بالاستماع إلى انشغالتها. هذين الفضائين غيروا كثيرا من المفاهيم، غيروا كثيرا من العقليات والذهنيات. لكن لا بأس هنا أستاذ عادل، هل ترون يعني برؤية منطقية ودقيقة، هل يعني أكيد بأن هاتين الآليتين ستتمكنان من أننا نقوم بتصويب إن صح القول كل هذا العمل الذي ينحصر ويهدف في الأخير إلى تطوير هذه القيادات الشابة، لكن هل ترون بأنها كافية؟ الشباب اليوم يعني يتحدثون بلغة واضحة بأنه هناك العديد من المشاكل، لابد لنا أيضا أن لا ننكر هذا الجانب، لكن هل ترون بأن هاتين الآليتين كافيتين حتى نستجيب عفوا لتطلعات شباب الجزائر؟ طبعا هو الإجابة واضحة، وقلت لك دعيني أكون منصفا وصادقا في إجابتي. الإنصاف والصدق، أو مرات لما نحكي وننتقد أوضاعنا مش معناتها ما نحبوش البلد ولا معناتها نحن عندنا نظرة تشاؤمية، بل بالعكس نحن واقعيون نريد أن نرتقي بهذا البلد إلى مصاف البلدان اللي راهي عندها باع طويل في استحداث آليات للتعامل مع الشباب. نقول لك صحيح المرصد برغم ما يقوم به من مهام كبيرة، المجلس الأعلى للشباب أيضا بالرغم من الأنشطة والبرامج اللي دارها خلال سنتين من وجوده، لكن هذا لا يكفي، لا يكفي ماشي معناتها هما مقصرون، لكن لشساعة هذا البلد القارة هذا رقم واحد، وايضا للعدد الكبير، نحن رانا نحكيو على ملايين شباب جزائري. وشباب الجزائر لما نحكيو على متطلب عفوا استاذ. نعم متطلب. متطلب يعني لا يرضيه القليل. لما نحكيو على فئه معينه فقط من الشباب اللي هم طلاب الجامعه، هم شباب. نعم. يحتاجون الى اهتمام مركز، لانه طالب جامعي يحتاج الى احتياجات خاصه، يحتاج الى تلبيه رغبات متخصصه كما قالت القائده نور هدى، وبالتالي تخيلي معي نتكلم على مليون طالب شاب. فخلينا من الشباب المهيكل والشباب اللي راه في التكوين المهني والشباب المتمدرس والشباب غير المهيكل في هذه الفضاءات. ولهذا انا نقول باللي مؤسسات التنشئه الاجتماعيه كلها لابد عليها ان تلعب دورا هاما جدا، ان تؤدي دورها كما ينبغي، ابتداء من الاسره الى المسجد الى المدرسه الى الجامعه الى الشارع. نفتح قوس ونقول الحومه بكري كانت تربي الشخص الكبير في الحومه، لما يشوف طفل ولا جان دار غلطه يحكمه يهضر معاه. اذا مؤسسات التنشئة بما فيها الكشافة الإسلامية، بما فيها قطاعات كثيرة، الشباب والرياضة الثقافة، هؤلاء جميعا مدعوون لأن يؤدوا دورا أكبر من الدور الموجود الآن. لماذا؟ لأنه التحديات كما قال السيد تاج الدين التحديات كبيرة جدا، تحديات داخلية وتحديات خارجية. نحن الآن رانا في عصر وين تفتح الطابلات تاعك ولا التليفون تاعك فتشاهد عشرات آلاف من المنشورات ومن الإدراجات، ربما من له تلك الهالة تاع الوطنية والاعتزاز بالانتماء والحصانة راه يسلك، لكن بعض الشباب لم تتح له الفرصة ليتكون في مدرسة الكشفية أو في مدرسة الوطنية أو في جمعية، وبالتالي قد يكون فريسة سهلة. ولهذا نقول باللي هذه الهيئات كلها لابد أن تتضافر، مؤسسات التنشئة الاجتماعية، المؤسستين هاتين اللتين استحدثهما السيد رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة الرسمية، السلطات المحلية، الولائية، البلديات، هؤلاء جميعا لابد أن يغيروا نظرتهم إلى الشاب، من أنه الشاب ولا غير راك جاي للدنيا، أنت راح تعلمني. صحيح القوانين استحدثت منصبا، أو خليني نقول أتاحت للشاب أن يكون ملاحظا،
على مستوى البلدية، على مستوى المجلس الشعبي الولائي، يحضر الجلسات تاع النقاش، الجلسات ديليبراسيون تاع المشاريع، لكن الأهم من هذا أن نشركه في حل حالات المشاكل اللي راهي عانينا. نعم. لما نحكي على قطاع الشباب ما نجيبش واحد اللي خارج القطاع ويتكلم على احتياج شاب، نجيب شاب وهو اللي يفهم. وهنا نرجع الى نقطه مهمه ايضا ذكرتها الاخت فاطمه الزهره، اللي هي التربيه القارين بالقارين. هذه تجربه مشت فيها كثير من الدول العربيه وحتى الدول الغربيه، من انه الشاب لما يعلموا القارين تاعو اللي هو نتيجه في العمر وفي الفكر وفي العقليه وفي اللبسه وفي الحطه وفي الاهتمامات ايضا، نقدروا نوصلوا للشاب تاعنا وللجان تاعنا الميساج 10 على 10، بعيدا عن تلك الفضاءات المغلقه الصالونات الندوات. اظن بانه التي هو العمل الذي نجده اكثر شيء في الكشافه الجزائريه استاذه نورا الهدى، بالحديث على هذه التكوين بالقرين، عندما نتحدث ايضا على كل هذه التنشئه الاجتماعيه وهذا التكامل الذي كان يتحدث عليه الان استاذ عادل، بانه كل مؤسسات الدوله معنيه، وانه الأسرة والمسجد والمجتمع كل معني من أجل أن نطور وأن نحمي شبابنا اليوم ونوصلهم إلى مجال القيادات. في الكشافة الجزائرية ما هي رؤيتكم، ما هي نظرتكم حتى نتمكن أولا من استقطاب هذا الشاب، وبالأخير أيضا أننا نوجهه إلى الطريق الصحيح؟ النظرة سواء في الكشافة الإسلامية الجزائرية أو تنطبق في عموم المجتمع الشبابي، أنه على الشاب أولاً أن يعي أنه جزء من عملية صنع القرار وجزء من إيجاد الحل. كنت تقولي منذ قليل سيدتي أنه شبابنا متطلب، وهذا صحيح، لأنه كان تراكمات لسنين لمشاكل الشباب يحتاجون حلاً لها. إنما من الضروري جداً أن يتم توعية هؤلاء الشباب أنهما من الضروري أن يكونوا جزء من الحل، ليس المطالب فقط الحل، إنما يساهمون في اقتراح هذا الحل، يساهمون في اقتراح الحل. ولما يأتون بالحل ويتم تمكينهم، نروح نتكلموا على تمكين الشباب. نعم. يكون تمكين فعلي وواقعي وليس تمكين صوري، لأنه لا مثلا ممكن أن تكون عندنا عملية ما ونقول نشرك شباب، إنما يكون وجودهم وجود صوري فقط، أنه نعم. موجود لأجل أنه يكون موجود ويقال فقط. أنه موجود. نعم. إنما هل سيؤخذ برأيه؟ هل ستمنح له المساحة الآمنة للتعبير عن رأيه؟ لأنه الكثير من الشباب عندهم أفكار رائعة، عندهم حلول لمشاكل جوهرية، إنما ما نحتاجه الآن هو المساحات الآمنة. اليوم لما نتكلم على جمعيات وطنية كبرى، لما نتكلم عن المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني، هذه هي المساحات الآمنة التي ستحتضن الشباب وتعمل على إيصال مقترحاتهم إلى الجهات ذات الصلة. أيضا كاين نقطة من الضروري أن نتكلم عنها، في ظل تسارع الأحداث عالميا، على الشباب أيضا أن يدرك أنه ليس من الضروري فقط أن يكون إشراكه إيجابيا في الحياة العامة داخليا، إنما على الشباب الجزائري أن يكون مستعدا على أن يمثل الوطن خارجيا. نعم. ودعم مواقف الدولة الجزائرية في مختلف المحطات الدولية. نعم. إشراك الشباب عموما هو نقطة يتفق عليها الجميع أنه هذا هو المستقبل، بالدلالة الأمم المتحدة في عام 2022 تم المصادقة على قرار أن يلغى منصب مبعوث الأمم المتحدة، مبعوث سكرتير الأمم المتحدة الخاص بالشباب، ويتم إنشاء مكتب الأمم المتحدة للشباب. الشباب. نعم. في غضون شهر شهرين سيتم الإعلان الرسمي عن إنشاء مكتب الأمم المتحدة للشباب، وهو فرصة ذهبية لا يجب أن تمر مرور الكرام بالنسبة للشباب الجزائري. نتحدث على أهمية دور الدبلوماسية الشبابية حتى في وطنيا محليا ودوليا أيضا في المحافل الدولية. لا بأس حتى يعني نصل تقريبا إلى ختام نقاشنا الشيق اليوم في هذا العدد، أتوجه إليك سيدة ريم بالحديث أيضا في نقطة مهمة جدا، وأظن بأنك قد عايشتوها من خلال احتكاككم المتواصل مع الشباب والقريب من شباب الجزائر من خلال عديد الورشات التي تكلمت عليها يعني في بداية نقاشنا، هو الأكيد بأنه دائما شبابنا يطرح مشكل آخر متعلق بالتمويل والتمويل الذاتي. أنتم يعني كيف ترون أننا نشجع هذه النقطة لشبابنا اليوم أن يمول مشاريعه حتى يتوصل لإنجاز
الأفكار وتجسيدها على أرض الواقع. إذا حكينا على مشكل التمويل نروح إلى مشكل نقص الوعي في عالم ريادة الأعمال. إذا رحنا حكينا على مشكل نقص الوعي في ريادة الأعمال نهبط إلى المناطق الوسطى وللمناطق النائية والمناطق البعيدة، لأنه في نالمو في الجزائر العاصمة أو المناطق الكبرى هناك فعاليات فيها دي وركشوب فيها ناس في الضمان، يعني راح يتبارطاجي هاد لافورماسيون، راح تشارك هذه المعلومة وتشارك هذه الخبرة ولا تشارك هذه المعارف. لكن إذا هبطنا للوسط والمناطق النائية نحطوا اونتر بارونتيز ولاية بسكرة، إذا رحنا باش نعالجوا هذا المشكل كنا نظمنا فعاليات، كنا نظمنا أحداث ماشي مرة وماشي زوج وماشي ثلاثة. نحكيو مثلا على قافلة أزديبان، كنا نجيبوا أساتذة نجيبوا أمثلة ناجحة في ريادة الأعمال، باسكو فينالمون الشاب كما قال الأستاذ قبيل أنه يأخذ المعلومة من شاب كيف ومن شاب ناجح. أنه يعني فينالمون يقول لك سقسي الطبيب سقسي سقسي المريض ما سقسيش الطبيب سقسي المجرب ما سقسيش الطبيب. فهنايا حاولنا أنه نقربوا هذه الصورة، أنه نهبطوا للبلديات اللي خاصة بولاية بسكرة نديروا فيها دي وركشوب، نعرفوا أصلا وش هو لاسيف، نعرفوا أصلا أساليب اللي يقدر ولا الآليات اللي يقدر هذا الشاب أنه يمول بها. أيضا أنه ننوروا أنه قادر يلقى منصب شغل في عالم ريادة الأعمال، أنه يخدم شوية مخه يلقى حل بديل، يلقى حل بسيط أنه يساهم هو أولا في باش يلقى منصب عمل خاص به، وايضا حتى باش يدفع بعجله الاقتصاديه اللي خاصه بالجزائر عامه. نعم. لانه فينا المؤسسه الصغيره والمؤسسه الناشئه راهي قادره تكبر افيك لو طون، تبدا بواحد زوج ثلاثه ومن بعدها تبدا تتوسع، يوعدوا فيها لي زانكس، ممكن ايضا الدوله تدخل معاك اكسيونر ومن بعدها تقدر تشري من عندها وتفوت في هذيك المؤسسه، وحتى على الصعيد الدولي والمالا. فالمشكله هنايا انه اذا كاينه واحد النقطه حبيت نشير لها في حوارك مع الاستاذ، انه في العزوف اللي خاص بالشباب، انا بالنسبه ليا والمنظور اللي مؤمنه به انه الشاب ماهوش عازف، الشاب ما عندوش الفرصه. اذا رحنا قبل ما كانتش كاينه الفرصه باش الشاب انه يترشح سياسيا ولا حتى باش يكون هو على راس مديريه ولا على راس مؤسسه. مؤخرا يعني الحمد لله بالمجلس بالمرصد ولا حتى كاين يعني مؤسسات اخرى راهي تعنى بالشباب، راهي تمد هذه الفرصه، ممكن حتى على الصعيد المجتمع المدني اللي خاص ممكن ماهيش مؤسسات تاع الدوله. اذا رحنا للمنتدى يعني فيه اطارات ما شاء الله، حتى يعني الاطار اللي كان يهضر لك عليه تاع المؤسسات الناشئه كان معاهم من قبل، حاول انه يطور روحه، حاول انه يلقى الفرصه، لانه كاين مشكل صغير هو الفجوه بين الشاب وبين المؤسسه، بين الشاب وبين المسؤول. اذا استثمرنا في هذا الحل انه يكون كاين يعني علاقه مباشره بين الشاب وبين المسؤول ولا بين الشاب والمسؤول عليه في هذاك الضمان، رايحين يعني نديروا خطوة مستقبلية جميلة جدا وإيجابية بامتياز. لا بأس أننا سوف أختم نقاشي بك فاطمة الزهراء بهذا الحديث، يعني ما هو التحدي الأساسي الجوهري الذي يجب علينا أن نرفعه من أجل أن نمكن قيادتنا الشابة خاصة بالجزائر؟ فاطمة الزهراء، من وجهة نظري أنه حاليا يجب العمل على فتح كافة الفضاءات. نعم. كما تفضل السادة في إذا كنا حابين نختم الحديث، فتح كافة الفضاءات للاستماع إلى الشباب أولا، لتقييم الوضع الحالي لكافة القطاعات سواء الجمعيات سواء المبادرات الشبابية، استخراج منهم المشاكل التي يعانونها، وضع حلول مناسبة سواء مشاريع محلية سواء مشاريع وطنية وكذلك حتى التقارب إلى المشاريع الدولية لتكون بشراكة بين البلدان. نعم. أظن أنه اليوم في مقولة تقول أنه we start small but we think big، فالآن حاليا لازم نشوف الوضع الحالي اللي راهو رانا عايشين فيه كشباب في الجزائر الجديدة اللي تطمح إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية ودعم دوره سواء محليا أو وطنيا. نعم، شكرا لك فاطمة زهراء بن داود، مستشارة في المقاولاتية الاجتماعية وتسيير المشاريع، شكرا لك على حضورك معنا وعلى كل هذه المعلومات، وشكرا أيضا موصول لك الأستاذ تجدين بوهريرة، مستشار مكلف بالشباب بمؤسسة القادة الشباب الجزائري، شكرا لك على الحضور وعلى المشاركة القيمة، وشكر موصول لك أيضا الدكتور عادل حبيب أكاديمي وناشط جمعوي، شكرا لك أستاذ، وشكر أيضا موصول لك السيدة ريم إبراهيمي عضو المجلس الأعلى للشباب،
شكرا لك منورتونا، وشكرا أيضا موصول لك نور الهدى محمودي عضو القيادة العامة في الكشافة الجزائرية. شكرا لكم جميعا ضيوفي الكرام على كل هذه الاستفاضة والمشاركة القيمة. سعدت جدا بمناقشتكم اليوم في هذا الموضوع المهم جدا المتعلق بالشباب. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام عدد اليوم من آراء ونقاش. شكرا لكم على كرم المتابعة والوفاء. أطيب المنى.